بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان. اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من اخبار اون تايم. زي ما حضراتكم متعودين معانا، بيكون لنا جولة في اخبارنا المحلية وايضا في اخر المستجدات في الساحة العالمية، ولازم هنتكلم مع حضراتكم ونقول لكم ونعرفكم اولمبياد باريس الاحداث اللي فيها جديدة، وكمان نتابع معاكم بقى بعثتنا المصرية والمشاركات واهم المشاركات اللي هتكون موجودة فيها بعثتنا المصرية. ولكن اسمحوا لي نبدأ حلقتنا بأهم وأبرز العناوين. المنتخب الأولمبي يبدأ التجهيز لمواجهة المغرب من أجل حصد برونزية. منتخب اليد يختتم استعداداته قبل مواجهة إسبانيا في ربع نهائي الأولمبياد. الزمالك ينتظر عودة زيزو من المشاركة في الأولمبياد لإنهاء ملف تجديد التعاقد. الأهلي راح من التدريبات اليوم، وكولر يدرس سموحة قبل مواجهة حسم الدوري. طبعا بعد ما اتكلمنا مع بعض كده وعرفناكم ابرز العناوين اللي موجوده معانا النهارده، ولكن بدايتنا بتكون من المنطقه المضيئه في مصر من العالمين. مهرجان العالمين الجديد بيواصل المتعه في الاسبوع الخامس على التوالي، كل الفعاليات مستمره معانا حتى يوم 30 اغسطس. الفعاليه بقى اللي نشهدها في الاسبوع الخامس من مهرجان العالمين هيكون عندنا بدايه من يوم الخميس المقبل سباقات السيارات بجانب الانشطه الرياضيه والترفيهيه المختلفه، بالاضافه للحفلات الفنيه والمسرحيات. دايما مدينه العالمين ماشيه كده باحداث جديده، كل ما انت كل يوم كل اسبوع في فعاليات جديده، متعه ورياضة، فعاليات رياضية الصبح وبالليل، حفلات رياضية وشكل بيكون مميز جدا. خلونا نعيش مع بعض الأجواء مع زميلنا العزيز خالد رزق من العالمين. اتفضلي خالد. كل التحية ليك زميل عزيز محمد طارق قضا، وكل التحية لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يعني اكيد اجواء الامس ما زالت يعني مستمره حتى هذه اللحظه. طبعا ردود الفعل على مباراه منتخبنا المصري الاولمبي اللي كان في حاله من الحزن على نتيجه المباراه، كل كان شايف ان مصر تستحق ان هي تفوز في مباراه الامس، وكان شايف ان مصر يعني لعبت مباراه كبيره بالتاكيد امام المنتخب الفرنسي، ولكن ظروف المباراه، حاله الطرد، بعض الاخطاء الفنيه القليله لعدد من اللاعبين يمكن كانت تسببت في بعض الاحداث اللي خلت النتيجه تروح لنتيجه 3-1. ولكن على كل حال منتخب مصر كان متفوق امبارح، بيلعب باداء رجولي، الكل اشاد بالاداء الرجولي، وكل اشاد حتى بعد انتهاء المباراه وبعد الهزيمه امام المنتخب الفرنسي برجوله اللاعبين، وان هم متحملين المسؤوليه، عندهم يعني نواه قويه جدا للمنتخب الوطني الاول، وان يكون داعم كبير جدا في الفترات القادمه. طبعا الكل هنا بيتفائل بقى بالمباراة القادمة، الناس مش عايزة تدخل في مود ان احنا زعلانين على هزيمة المنتخب، ولكن ما زال امامنا فرصة في الفوز على المنتخب المغربي في المباراة القادمة ان شاء الله، وناخد المركز الثالث، ميدالية برونزية، هيكون بالتأكيد انجاز لهذا المنتخب، ويكون في تاريخه ان هم حصدوا اللقب او حصدوا ميدالية برونزية في الاولمبياد. طبعا نتكلم ايضا عن ان ما زالت فعاليات العالمين الجديدة مستمرة، هناك مباراة هتجمع منتخب مصر الوطني الساق الواحد، مباراة تجمعهم مع بعضهم البعض، هيعملوا فريقين وهيلعبوا مع بعض على الملعب المتواجد في المنطقة الترفيهية، هتكون طبعا دعم ومساندة كبيرة جدا، وأيضا تواجدهم في العالمين الجديدة هو شيء مهم جدا، زي ما شفنا بعض مباريات لزوي الهمم، وأيضا منتخب مصر الساق الواحد هيكون له دور في العالمين الجديدة، وايضا هتستمر باقي المنافسات، وهناك ايضا منافسه من منطقه القاهره لبطوله لكره السله اللي هتلعب 3-3، وهتكون ايضا مقامه هذا الاسبوع ان شاء الله في المنطقه الترفيهيه. يعني كل الاحداث اعتقد الرسميه والغير رسميه والترفيهيه اللي بتتواجد داخل العالمين الجديده، طبعا كل دي حاجات بتكون مميزه جدا لكل من بيتواجد في العالمين، بيشوف وبيتابع تفاصيل رياضيه مختلفه، بيشوف ويتابع احداث رياضيه مختلفه، وطبعا ما زال الابهار والامتاع متواجد
ماجد. وطبعا يمكن الشيء اللافت للانتباه يعني مسرحيه السندباد اللي خلاص هتبدا التحضير ليها والبروفات من النهارده ان شاء الله، وصولا ليوم الخميس اللي هيتم اول عرض ليها يوم الخميس القادم. طبعا بطوله النجم كريم عبد العزيز والنجمه يعني نيلي كريم، اكيد هيكون اجواء مهمه. بعض الحاضرين بيتكلموا على كيفيه حجز يعني للمسرحيه وبيتابعوا مع شركه تذكرتي بالتاكيد كل شيء لحجز المسرحيات ويعرفوا تفاصيل اكتر عن باقي الفعاليات الموجوده فيها العالمين الجديده. وايضا هناك حفله الهضبه عمرو دياب اللي طبعا بتخطف الانظار والكل بينتظرها. يعني طبعا قضى بنستمتع بالاجواء مع حضراتكم من داخل العالمين الجديده، من العالمين الجديده عند مراخ الاستوديو. شكرا لك جدا يا خالد، ودايما بتعيشنا معاك في اجواء العالمين، ودايما كل المصريين بيستمتعوا، مش بس المصريين، كمان اخواتنا العرب وكمان السياح اللي موجودين في مصر كله بيستمتع بتواجد في العالمين. بالكلام عن العالمين نروح لاولمبياد باريس. بعد نهاية منافسات اليوم العاشر في أولمبياد باريس 2024، مازال التتويج مستمر بالميداليات المتنوعة لأبطال الدول المختلفة. ارتفع عدد البعثات اللي حققت الميداليات إلى 73 بعثة. تعالوا كده مع بعض نتعرف على المنافسات عاملة إزاي، مين البعثة المسيطرة حتى الآن. البعثة المسيطرة هي البعثة الأمريكية، وفي تنافس بينها وبين الصينية، في صراع شرس جدا بين الاثنين على صدارة الأولمبياد ومين عنده ميداليات أكتر. بعثة أمريكا تتصدر الترتيب، 21 ميدالية ذهب، 30 فضة، 28 ميدالية برونز، مجموع 79 ميدالية علشان تكون أكبر بعثة جمعت ميداليات لحد دلوقتي. لكن المطاردة قوية جدا من الصين اللي في المركز الثاني بعدما وصل مجموع ميداليات ل 53 ميداليه، حدوا لي فرق كبير، دي حاجه و70 ودي حاجه و50، ولكن اقول له الذهب زي بعض، يعني الصين معاها 21 ميداليه ذهبيه، 18 فضيه و14 برونز، واحتفظت فرنسا البلد المضيف بالمركز الثالث ب 13 ميداليه ذهب، 16 فضه و19 برونز. زي ما احنا عارفين وشرحت لحضراتكم قبل كده، بيكون الافضليه للميداليه الذهبيه، يعني اللي بياخد ذهب اكتر بيكون في المركز الاول، عشان كده في تساوي بين الصين وبين امريكا. طب ليه امريكا في المركز الاول؟ لما بيحصل تساوي في ميداليات الذهب بنبدا نروح نشوف مين معاه ميداليات فضه اكتر، حصل تساوي كمان في الفضه بنروح للميداليات البرونز. طيب خلينا نروح كده على الصعيد العربي والافريقي، بتحتل جنوب افريقيا المركز ال 29 بذهب واحد وفضيه واحده وبرونزيتين، وبعدها كينيا في المركز ال 31 بذهبيه وفضيه وبرونزيه جمعتهم كلهم بفضل العاب القوى، وبعد كده الجزائر واوغندا في المركز ال 37 بذهبيه واحده، ثم اثيوبيا في المركز ال 49 وفرصدها ميداليتين فضيتين، ثم تونس في المركز ال 54 بعد تحقيق ميداليه فضيه واحده، تواجد مصر وكاب فيردي في المركز 66 بعدما حقق كل من البعثتين ميدالية برونزية. نأمل إن شاء الله خلال المنافسات القادمة البعثة المصرية يكون في ميداليات أكتر، وإن شاء الله يكون ميداليات ذهب عشان تفرق معانا كمان في التصنيف. من الكلام عن التصنيف ومين معاه ميداليات أكتر، خلينا نروح للقاء امبارح. امبارح منتخب مصر لكرة القدم منتخبنا الأولمبي كان بيلعب في نصف النهائي مع منتخب فرنسا. للأسف الحلم على الذهب أو الفضة انتهى، ولكن ما زال الحلم مع أبطالنا المصريين بالبرونز أمام منتخب المغرب يوم الخميس الساعة 6. بس عايز هنا أتكلم في نقطتين قبل ما أتكلم على العالم شاف منتخبنا إزاي والناس اتكلمت إزاي. عايز أتكلم في نقطة في الأول مهمة جدا، لازم نقول شكرا للاتحاد المصري، شكرا للقائمين على الفريق، شكرا لميكالي، وشكرا للاعبين. طب ليه بقول شكرا لكل الناس دي؟ عشان زي ما بيكون في اخفاق او بيكون في اداء غير مشرف او بيكون في اداء سيء بنطلع ننتقد من اكبر حد لاصغر حد. فما يكون في انجاز ويكون في ظهور قوي وفي ظهور مشرف وكمان تذليل العقبات اللي كانت موجوده في فرنسا زي ما اتكلمنا قبل كده، باراجواي كان عندهم مشكله في التنقلات، ولكن بعثه منتخبنا كان في حلول من الاتحاد، بدل ما يسافروا بباص يسافروا بطيران افضل، كان في تسهيلات كتير. فلازم نقول شكرا لكل حد في الاتحاد كان بيساعد المنتخب الاولمبي يكون موجود. شكرا لميكالي ان هو قدر يعمل شخصيه قويه بلاعبين شباب واعدين يمتلكوا شخصيه البطل. امبارح في الشوط الاول اللي بيتفرج على اللقاء هيشوف منتخب مصر متسيد لقاء امام فرنسا بكل الاماكن، هجوما نص الملعب كان الكرة معانا، دفاع ما كانش فيه علينا كرة خطرة غير كرة أو اتنين، ده ماتش يعني قبل النهائي فلازم يكون في كور خطرة تلاعب فرنسا.
في ملعبها وسط جماهيرها وتيرن ري مدربهم، ففي منافسة شرسة جدا. بدأنا الشوط الثاني بدنيا نقل، لكن أحرزنا هدف ولا أروع من محمود صابر، كنا ماشيين بشكل أفضل. وهنا لازم أقف وقفة، لازم أقول لما منتخب مصر محمود صابر سدد الكورة الصاروخية وأحرز الهدف، مصر كلها كانت بتحتفل، كلنا قمنا احتفلنا وحضننا بعض وكنا فرحانين، كل من هو مصري في العالم كان بيحتفل. هل وقت احتفالك بجون محمود صابر سألت نفسك ومحمود صابر بيلعب في نادي ايه؟ سألت نفسك ومحمود صابر يا ترى بيلعب بتشيرت لونه ايه؟ طب ليه بقى كان في خلافات من قبل على فكرة أصل ده بيلعب مع تشيرت أحمر، أصل ده بيلعب بتشيرت أبيض، أصل جماهير الفريق بتاع التشيرت ده بتساند فلان، أصل فلان زعل فلازم نعاقبه. يا جماعة منتخب مصر أهم من أي حد، منتخب مصر أولى من أي حد، أي لعيب بيرتدي تشيرت منتخب مصر خلاص بننسى هو بيلعب أو بيمثل نادي إيه، هو بيمثلنا كلنا، اللعيبة دي كلها بتمثلنا كلنا. محمود صابر وهو بيسدد بيمثل كل المصريين، مش بيمثل بيراميدز، لا بيمثل مصر. إبراهيم عادل نفس الكلام، حسام فيصل نفس الكلام، زيزو واللاعبين كلهم، كل اللاعبين كل اللاعبين بيمثلوا، كريم الدبيس وكوكا اللي كان ولا أروع، حمزة علاء، النني اللي الناس كانت بتنتقد في بداية البطولة، إزاي يكون موجود الراجل أفضل لاعب موجود مع منتخب مصر؟ فياريت نتعلم من الدروس، نتعلم بس إن في بعض الناس تحسهم مولودين تحت برج إيفل، تحس إن هم امبارح قاعدين شمتان في إيه؟ وفي ناس طالعة تقول وجهة نظر غريبة جدا، تقول وإحنا كل مرة كده، كل مرة هنخرج كده بشكل مشرف، لا يا جماعة ده إحنا عاملين إنجاز. لا يا جماعة إحنا أحرجنا فرنسا في ملعبهم. وأنا مش جاي أدافع، هي دي الرياضة. الرياضة إن أنت سيناريو قلب عليك، حالة طرد في الشوط الإضافي الثالث قلبت الأمور. صعبت عليك المباراة. ولكن شكرا لرجال منتخب مصر، اتمنى ما يركزوش مع السوشيال ميديا، ما يركزوش مع اي حد عايز ينتقد عشان ياخد اللقطه. في ناس هتبدا تنتقد عشان تاخد اللقطه، مش عايزين ننتقد ومش عايز نغمه اصل لو فلان كان ساب لاعبته تروح مع المنتخب كنا بقينا في مكان افضل. ده كلام انا اسف ملوش اي معنى. لازم نتكلم على الانجاز اللي موجود، نشكر المسؤولين ونقول ابقوا على مكالي، الراجل يكمل يبني جيل كمان، نصنع لعيبه، نبدا نفكر لاعبتنا اللي موجوده دي نبدا نسعى لهم في عقود. اتمنى المنتخب الاولمبي كله يرجع بعقود احتراف، كله اتمنى ده يكون موجود في الفتره القادمه. منتخبنا بيستعد دلوقتي وبيدرس ماتش مهم جدا، هيكون مش سهل خالص، بالعكس انا شايفه هيكون من اصعب اللقاءات علشان عارفين بعض. منتخب المغرب الاولمبي امام منتخب مصر والمنافسه على المركز الثالث، احنا الاثنين عارفين بعض وحافظين بعض، الاثنين لعبنا بعض اكتر من مره، اتنافسنا في نهائي افريقيا في المغرب وما كانش لينا حظ وخسرنا 2-1. ميكالي بيدرس المباراه كويس قوي، بيتابع منتخب المغرب في كل لقاءاته في البطولة، بيشوف ماتشه أمام أسبانيا، ماتشاته السابقة، ماتشه أمام الأرجنتين، عايز يعرف نقاط القوة ونقاط الضعف من أجل الفوز بالبرونزية. ميكالي بيتكلم مع اللعيبة واتكلم إن مفيش أبدا تخاذل، كل لعيب نازل عينه يوم الخميس المقبل على الفوز بالمباراة ويكون ميدالية أولمبية لمنتخب مصر، وإن شاء الله ده اللي يكون موجود. وإحنا بنتكلم بقى على الروح وعلى الفنيات، لازم يكون معانا نجم من نجوم المنتخبات المصرية كابتن نادر السيد. أهلا بيك يا أبو الكباتن. أهلا بيك، إزيك؟ إيه الأخبار؟ في حياتي ليك وكل المستمعين. طبعا يا كابتن لازم نقول لبعض مبروك وهارد لك، مبروك على الأداء المشرف والظهور الجيد، وهارد لك إن إحنا كنا حاسين إن إحنا أفضل في المباراة. ده طبيعي، ده حقيقي، يعني انا اكيد خلينا نعترف ان في فرق في الامكانيات الفنيه وعلى المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي ما بين، وده شيء ما يعيبش منتخب مصر ابدا، صحيح. ما بين منتخب مصر وما بين منتخب فرنسا، انما قدرنا نتغلب على الفارق ده بالالتزام والتنظيم الدفاع الجيد اللي عمله ميكالي، وفي نفس الوقت الروح العاليه جدا اللي لعب بها منتخب مصر من اول دقيقه لاخر دقيقه. فطبعا دايما احنا، يعني انا دايما مؤمن قوي زي ما بنشوف في كل ملاعب اوروبا ان الجماهير بتحيي الفريق كسبان او خسران، صح؟ بتقدر جدا جدا حجم المجهود المبذول،
امتى بنزعل؟ بنزعل لما يكون في مفيش مجهود مبذول ومفيش روح قتاليه بغض النظر عن المكسب او الخساره، وده اللي حصل في اول مباراه من مباريات الاولمبياد. الاولمبياد امام الدومينيكان. بالظبط. فبناء عليه احنا بالعكس بنحيي جدا جدا اللعيبه على الاداء بتاعهم والروح القتاليه والالتزام الدفاعي والالتزام وقناعتهم بالمدرب. انا شايف ان ميكالي هو، لو احنا بنتكلم على الاشاده الاولى لميكالي، والاشاده في الاستخدام او بمعنى صح ان هو قدر يستخدم او ان هو يوظف امكانيات اللعيبه بشكل جيد ويلعب بطريقه تتناسب جدا جدا مع اللعيبه. فانا بحييهم جدا على الروح القتاليه. في نفس الوقت مساله المكسب والخساره، هنكسب كتير وهنخسر كتير، فده شيء طبيعي جدا بيحصل في الكوره. هسأل حضرتك سؤال يمكن مش محدش بيفكر فيه دلوقتي، فكره الناس بتفكر على ان شاء الله نفوز على المغرب وناخد ميداليه برونزيه، ولكن ايه اللي جاي؟ اللي جاي خلاص الجيل ده هيبدأ يروح للمنتخب الأول، في منه هيكون موجود، في مش هيكون موجود، في منه هيروح لأنديته. نبني ازاي على نجاح زي ده؟ ازاي نبدأ نبص على نجاح زي كده ونبني عليه فيما هو قادم؟ وده الأهم. هو لازم نعرف إن منتخبات الشباب والمنتخب الأولمبي هو تحضير للمنتخب الأول. صحيح. يعني وأجيال كتيرة جدا، وأنا دخلت في التجربة دي، لعبت منتخب شباب ولعبت منتخب أولمبي. طبيعي جدا إن اللي بيكمل مع المنتخب الأول لو كمل ست سبع لعيبة من المنتخبات الشباب والأولمبي، ده بحد ذاته بيبقى إنجاز. ودايما نجاح المنتخب الأول، وشفنا تجارب كتيرة جدا بداية من 98 لما كسبت بطولة أفريقيا، 2006 والثلاث بطولات اللي احنا كسبناهم كانوا ميكس ما بين منتخب شباب ومنتخب أولمبي مع بعض اللعيبة اللي عندهم خبرات في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في الفترة الفترة وقتها يعني. فمنتخب الشباب ما كانش في أفضل حالاته الحقيقة في الفترة اللي فاتت. منتخب الأولمبي قدر إن هو ميكالي يستعين ببعض اللعيبة، وبعض اللعيبة من المنتخب الأولمبي هيكونوا، بس الأهم ان هل عندهم استمراريه مع الانديه اللي هيلعبوا فيها، لان في كتير لعيبه كانوا متالقين في المنتخب الاولمبي او منتخب شباب وما خدوش الفرصه مع انديتهم، فبالتالي بقوا مستبعدين او بعاد جدا عن المنتخب الاول. فارجو ان هم اللعيبه تجتهد، والانديه في نفس الوقت ان هي تديها فرصه ان هم يلعبوا لو مش هيلعبوا في الانديه بتاعتهم، لان بعض اللعيبه مثلا في انديه الاهلي او الزمالك او غيرها بيبقى من الصعوبه ان هم ياخدوا فرص ان هم يروحوا نادي تاني على سبيل الإعارة عشان يكمل المسيرة. يا كابتن نادر، أنا نفسي اللعيبة دي كلها ترجع على عقود احتراف، أتمنى ذلك. كلهم ده هيفرق معانا جدا بصراحة. فين؟ في أوروبا يعني؟ في أوروبا طبعا. نعم يعني أتمنى. يعني طبعا كلنا نتمنى، بس خلينا نكون واقعيين يعني عشان ما يكونش طموحاتنا أكبر من الواقع. طبعا نتمنى جدا جدا، إنما هتلاقي عقبة تانية، هتلاقي الأندية بتصعب جدا احترافهم، هتلاقي الانديه بتطلب مبالغ كبيره جدا في لعيبه لسه ما عندهاش تجربه اوروبيه. خد بالك يعني الانديه الاوروبيه بتبص للاعب الافريقي او اللاعب العربي ان هو ما عندوش الاحتكاك الاوروبي، يعني ممكن يكون ناجح محليا انما ما ينجحش، لان مساله النجاح في اوروبا دي مش مساله فنيه مختلفه تماما، اللي هي مقاييس التزام ومقاييس مسألة احتراف فنية ومساله فنيه ومساله بدنيه ومساله كمان نفسيه ومساله شخصيه، فالامور مش بالشكل ده. انا عايز اسالك يا كابتن على حمزه علاء، ولكن قبل ما اسال على حمزه علاء، مين من اللاعبين في المنتخب الاولمبي تتمنى ليه الاحتراف او شايف ده افضل يطلع على اوروبا؟ يعني لو كده في كام اسم تقول ده يا ريت يروح على بره. لا كلهم كله. نتمنى ليهم. اكيد هو اللعيبه في منتخب الشباب منتخب الاولمبي بتركز وتجتهد عشان في الاخر ما تيجي تساله يقول لك انا لسه العب بره اوروبا، العب بره في اوروبا. اكيد كلهم نتمنى يكون في تسهيلات من الانديه المصريه ان هم يسافروا. يعني هو ده المشكله، ان الانديه بتتمسك باللاعب وبعد كده ممكن ما يلعبش اصلا، ممكن ما يكونش اساسي وينطفي. بالظبط كده. فهي النقطة إن كلهم الحقيقة أدوا بشكل كويس جدا. واحد من اللعيبة لما كانش بيشارك مع فريقه وتألق وتعملق في البطولة حمزة علاء، وما ينفعش حضرتك تكون معايا واحد من أفضل الحراس المصريين وما أسألكش على حمزة علاء حارس منتخب الأولمبي. حمزة حارس جيد جدا جدا جدا، ظهر بشكل كويس جدا، وطبعا خد بالك يعني بيحصل كتير قوي إن لعيبة ما بتلعبش في دايما
العمر اللي هو بتاع المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب كتير من اللعيبه ما بتشاركش مع الانديه بتاعتها، تحديدا في حراسه المرمى بتكون صعبه شويه. حتى في حراسه المرمى، لا حتى في حراسه المرمى الكلام ده انا مريت بيه، انا شخصيا مريت بيه وانا في المنتخب الاولمبي، ما كنتش بلعب في نادي الزمالك كحارس اساسي وما شاركتش اصلا، بل بالعكس لعبت في المنتخب الاولمبي المنتخب الاول قبل ما العب في نادي الزمالك. كابتن جوهري كان يعني عنده ثقه كبيره جدا فلعبني في المنتخب الاول قبل اصلا ما العب في نادي الزمالك. فحمزه يتحسب لي ان هو مشارك ممكن في مسابقه اللي هي 2001، يعني طبيعي جدا لعب ماتشات في 2001، انما عدم مشاركته في الفريق الاول فده هياخد وقته وهياخد تجربته، انما مفيش شك ان هو ادى مباريات كبيره جدا هايله. والحقيقه انا يعني احنا كلنا مطمنين على حراسه مرمى مصر في سنين جايه ان شاء الله، بحمزه وبمصطفى شوبير واحمد نادر وكتير انا كنت لسه اسال على احمد نادر السيد وابن الوز عوام زي ما احنا بنقول، يعني هل هيكون يكمل احتراف ورحله كبيره ولا يعود للزمالك ولا يكون في تفكير تاني؟ لا لا هو احمد طبعا يعني هو مش تجربه احتراف، هي مشوار وخلاص. هو لاعب محترف سواء كان داخليا او خارجيا. صحيح. هو لسه ما زال عنده عقده مع باوك سالونيك لغايه 2026. ممكن ينتقل لنادي تاني خلال العقد بتاعه، ممكن بعد العقد بتاعه ينتقل لنادي تاني. انما مساله ان هو لاعب محترف في اي كان الاحوال اي كان البلاد، يعني الاحتراف مش مرتبط ببلد معينه، انما صحيح. هو بالعكس هو حقق لغايه دلوقتي خطوات قويه جدا وجيده جدا مع باوك، فان شاء الله ربنا يوفقه ويكون عنده فرصه انه يكون قريب من الفريق الاول كمان. يعني شكرا ليك جدا كابتن نادر السيد، نجم من نجوم الكره المصريه وحارس منتخب مصر ونادي الزمالك والنادي الاهلي، كلم بشكل قوي جدا عن المنتخب الاولمبي وعن اللاعبين، وان شاء الله القادم يكون افضل، ونبارك لبعض كلنا يوم الخميس على المركز الثالث. شكرا جدا كابتن نادر السيد. طب لسه مكملين في اللقاء وكلمنا على منتخبنا، طب على الجانب الاخر تيري هنري مدرب منتخب فرنسا كان سعيد جدا بكل تاكيد بتاهله الى نهائي اولمبياد باريس في بلده وسط جمهوره، وقال بعد نهايه المباراه منتخب بلده يعني كان بيلعب ضد منتخب مصر بقوه كبيره جدا، قال منتخب مصر كان عنده رغبه كبيره ورغبه يعني وصفها بالمجنونه اللي هو يكسب، ولكن هو كمان كان عنده رغبه كبيره يوصل للنهائي امام جمهوره في بلده، واعترف تيري هنري ان المنافسه هتكون صعبه جدا ضد منتخب اسبانيا، وقال كمان ان منتخب مصر لعب على الهجمات المرتده والاستحواذ ونجح ان هو يعاقب الدفاع الفرنسي في اكتر من كوره وسجل كمان هدف التقدم، ولكن النهايه كان ان فريقه عاش ليله استثنائيه امام منتخب مصر، واكد ان هو مش مصدق ان هو تاهل الى اولمبياد باريس وبيشعر بالسعاده الكبيره، لكن هو مش عايز يتحمس بزياده عشان لسه هيواجه منتخب قوي ايضا ومنتخب اسبانيا. عاوز اقول لحضراتكم ان كل الصحف العالميه وتحديدا الصحف الفرنسيه اتكلموا على ان منتخب فرنسا كاد ان يسقط في فخ منتخب مصر. مش بقول الكلام ده علشان نقول اللي احنا كنا كويسين، احنا كنا كويسين، واعترفوا ان منتخب فرنسا تأهل بصعوبة. عارف الناس اللي هترد عليا وتقول لي بس التاريخ هيقول مين اللي وصل ومين البطل، ولكن لعبتنا ابطال وان شاء الله ان شاء الله يكملوا في الافضل. انت في الشوط الاول قدرت توصل كتير، سددت اكتر من 8 كرات او 8 كرات في اول 45 دقيقه، عملت اكتر من هجمه خطر، اتقدمت بالهدف الاول عن طريق محمود صابر، ولكن يعني الحظوظ ما كانتش معانا، وان شاء الله لسه قدامنا امل كبير جدا في الميداليه البرونزيه. تعالوا نشوف بقى لقاءات خاصة مع مشجعين مصريين بيقولوا ايه عن اولمبياد باريس ونكمل كلام. احنا جينا امبارح عشان نحضر ال 100 متر، سباق ال 100 متر رجال في الاثليتكس، والحقيقة ايفنت كان مرعب، الناس كلها شافت الفوتو فينش في الاخر، فرق 5/1000 في الثانية، حاجة رقم كده ما يتحسبش اصلا، والسباق كان حلو جدا. البلد الاجواء فيها تحفه، يعني الحقيقه يعني زي ما بيقولوا كده الاولمبيات مجتاحه المكان كله، والدنيا لطيفه جدا هنا. احنا الحاجات اللي بصراحه اللي عجباني جدا في الايفنت، انا اول مره احضر اتلتكس امبارح، ان التنظيم بتاع الايفنت نفسه، احنا رايحين عشان نسبق ال 100 متر، بس انا لقيت نفسي مندمج جدا في الوثب العالي،
ورمي المطرقه، شويه حاجات عمري تخيلت ان انا هبقى مهتم بيها، بس فكان ايفنت جميل. ان شاء الله النهارده مصر تقفل السفريه على خير يعني. والله هقول لك حاجه، المنتخب ده تحديدا مش حاسس ان الفروقات الفنيه قويه للدرجه دي. هم على مدار البطوله ما لعبوش كوره كويسه، يعني ماتش امريكا اللي كسبوه 3-0 ما كانوش يستاهلوا يكسبوا 3-0. ماتش الارجنتين اتخطف بجون من كورنر، انا حاسس ان احنا مقنعين اكتر. ممكن ده يكون خيال بقى مننا وطموح زياده، بس ابراهيم عادل احسن من اوليس صراحه. يعني انا حاسس ان التشكيل اللي ابتدينا بيه البطوله ده التشكيل المثالي مع الفرقه. يعني من الحاجات اللي تعبتنا شويه الماتش اللي فات ان كوكا لعب باك شمال على الدبيس بدل ما يلعب في نص الملعب، فلو يرجع بالتشكيل الاساسي ومحمود صابر يبقى بيجي من الدكه زي ما عمل، يعني دايما المفروض يعمل، ان هو بقاله شويه غايب عن المنتخب عشان الايقاف وكده، فيلعب على كده. وهو زي ما ياسين قال احنا فرقتنا بتلعب كوره، فلما بتلعب فرقه بتلعب كوره عاده مستوانا بيبقى شكله احسن، فهو ده الامل. وطبعا ده تفاؤل مصري يعني بحت، بس هم فعلا فرنسا مش مقنعين واحنا كنا مقنعين، احنا مستوانا بيتحسن ماتش عن ماتش. بس احنا لعبناهم في نهائي افريقيا ولعبناهم ناقصين لعيب 80 دقيقه تقريبا 90 دقيقه وخسرنا بالعافيه، ففي امل. فهو النهائيات يعني ما تبص اي حاجه ممكن تحصل، بس احنا لعبناهم على ارضهم في نهائي افريقيا وكنا الند، فلو وصلنا ان شاء الله يبقى في فرصه يعني. هي بصراحه الاولمبياد كلها زي ما بيقولوا كده بيك هيومن بيرفورمانس، اللي هو اعلى مستوى اداء للجسم البشري، والناس بتعمل حاجات انت ما تتخيلش انها ممكن تتعمل. يعني زي سيمون بايلز مثلا في الجمباز، حاجه ورا العقل والخيال، ما ينفعش ان احنا نتخيل ان احنا بنعمل الحاجات دي. العاب القوى طبعا جميله، والسنه دي حاسس ان الناس حبت الشيش لسبب ما، والناس كتير اتفرجت عليها. الولد محمد السيد يعني ربنا يبارك له ادانا ميداليه، رغم كان المفروض ناخد واحده تانية وما خدناهاش، ميداليه تانية. وانا الرياضي اللي مستنيه كنت لسه بقول لك منذ في القفز بالزانه، لان ده رياضي خزعبلي يعني بيكسر رقم قياسي بتاع نفسه كل مره مرتين ثلاثه، وده اللي انا مستنيه دلوقتي. انا اعتقد الرياضه دخلت خدت اتجاه علمي خلاص، يعني هو الرياضه بقت علم اكتر مما هي بقت مجهود وتدريبات، وبقى في تغذيه مثاليه، في حتى الاحذيه اللي بيلبسوها الرياضيين بقت اوبتمايزد وجاهزه جدا للمنافسه، بيتدربوا صح بالاوزان كل حاجه. فالموضوع دخل في العلم اكتر مما هو بقى انا هتدرب اكتر فهكسب. انا رايي ده جزء كبير قوي من الموضوع. طبعا التنافسيه بتجيب تنافسيه، يعني هو يعني لو كان لما السباق يكون قريب زي ال 100 متر امبارح كله بيطلع من مستواه، يعني هو زي ما انت قلت هو كلهم كانوا تحت العشرة، بس هو خمسة من الثمانية عاملين بيرسونال بيست او سيزن بيست او يعني، فهو برضو كله كسر ارقامه الشخصية، فده برضو جزء تاني من الموضوع. يعني هو التنافس بيجيب تنافس. طيب بيتهيألي ان كل الارقام القياسية معمولة عشان تتكسر، والجسم البشري مفيش حدود هو ممكن يوصل لايه بالعلم وبالتدريب وبجزء برضو تطور. اعتقد اصعب رقم من وجهة نظري ان هو يتكسر في 10 15 20 30 سنة الجايين هو رقم وسيم بولت 9.58 في 100 متر. يعني احنا شفنا امبارح الناس دي بتنافس بعض وبتحفز بعض، وهم احسن ناس موجودين دلوقتي 9.79، الفرق ال 21 جزء من الثانية ده فرق كبير جدا في 100 متر، مش حاسس ان احنا قريبين منه خالص. لا اعتقد بتتحقق. انا مش خبير في الغطس والجمباز طبعا، بس انا يعني تابعت سيمون بايلز جامد، فانا عارف ان في الجمباز مثلا في الحركات بتتعمل يعني بياخدوا درجات على الكومبلكسيتي او صعوبه الحركه، ففي حركات زمان معموله باسامي لعيبه اوكرانيه وروسيه زمان، في سته باسم سيمون بايلز يعني هي عامله ست حركات جديده، فما فيش يعني مش هتبقى وقت بس، فهو هتبقى درجة اللفة وطريقة اللفة وعدد اللفات، فلا شايف ان ده هيتكسب برضه عادي. كلام مهم جدا من مصريين بيتابعوا الاولمبياد، وعين المشاهد اللي رايح يستمتع وفي نفس الوقت تحسه خبير بيكون مهمة جدا. ولكن دلوقتي نطلع فاصل سريع ونرجع نستكمل الاخبار اون تايم، ابقوا معانا. كان في تفاعل كبير جدا للمصريين في كل مكان، واحنا بنتابع لقاء مصر وفرنسا، ولكن المصريين والعرب والاجانب الموجودين في العالمين كانوا بيتفاعلوا مع منتخب مصر بشكل كبير بعد الهدف الاول، وكمان بعد اللقاء للاسف كان في حاله حزن. تعالوا نشوف تفاعل المصريين في العالمين مع لقاء مصر وفرنسا.
هارد لك لمنتخبنا الوطني المصري الاولمبي بعد الهزيمه امام المنتخب الفرنسي على ارض فرنسيه بالتاكيد بثلاث اهداف مقابل هدف، اداء رجولي بالتاكيد للمنتخب الوطني المصري، ولكن ما زال هناك فرصه في الحصول على ميداليه برونزيه في مباراتنا القادمه ان شاء الله امام المنتخب المغربي. هنرصد مع حضراتكم بعض اراء الجمهور اللي حاضر واللي تابع المباراه بالتاكيد، وبعد ما كان في حاله كبيره جدا من الفوز والفرحه والسعاده، حاله من الحزن بالتاكيد بيسيطر على الشعب المصري، ولكن ما زال هناك فرصه وخلينا ما زلنا متفائلين بالتاكيد. برحب بيك على تايم سبورتس. يعني شفت النهارده اجواء المباراه ازاي واداء اللاعبين ازاي؟ الحمد لله كان منتخب كويس جدا النهارده، بس الحظ ما حالفناش النهارده، بس كان منتخب عامل كويس ان شاء الله، وان شاء الله نعوض في المركز الثالث ان شاء الله الماتش الجاي. اعتقد يعني اداء لمده 90 دقيقه كان مميز، ولكن من بعد طرد عمر فايد اعتقد الامور اتحولت. طبعا هو كان اداء رجولي جدا، بس ما حالفناش الحظ، ان شاء الله المره الجايه نعمل احسن ان شاء الله. طبعا لما دخلنا الجون كان احساس رائع يعني، بس لما طبعا كل ما الجون تاني دخل فرنسا وبتاع بقى طبعا يعني العزيمه بتتهبط، بس هم عملوا اللي عليهم يعني، هم رجاله ما شاء الله في الملعب، والدنيا كويسه وان شاء الله ناخد البرونزيه ان شاء الله. اداء اللاعبين كان كويس جدا، بس مع النقص العددي والاجهاد قل المستوى شويه، فهم عرفوا يهدفوا اجوان اكتر. شايف ازاي دور زيزو والنني كقاده للمنتخب بالتاكيد مع باقي اللاعبين؟ كانوا داعمين جدا لكل اللاعبين، وانا شايفهم ان هم كانوا عاملين دور قيادي جيد جدا، وربنا يقدرنا ان شاء الله ونفوز وناخد البرونزيه الماتش الجاي. حزن بيسيطر، ولكن ما زال في امل في المباراه القادمه امام المغرب. شعورك ايه وشايف المباراه القادمه؟ والله يعني احنا كان طبعا احنا ادينا اداء جميل جدا النهارده، بس كان ناقصنا فعلا يعني سنه كده كمان. النهارده كنا نستحق الماتش بصراحه، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله قدام المغرب نحقق الميداليه ونبقى ثالث الاولمبيات ان شاء الله باذن الله. زعلان، بس هم رجاله ولعبوا كويس جدا وكانوا يستحقوا الفوز، لكن فرنسا وهجماتهم عاليه والمدرب بتاعهم كويس جدا. مين اكتر لعيب عجبك في منتخب مصر النهارده؟ زيزو. يعوضوا المره الجايه وباذن الله نكسب الميداليه البرونزيه. شايف ان هتكون ماتش صعب ولا سهل؟ هو المغرب برضه فرقه جامده، بس باذن الله مش علينا برضه. ماتش قوي جدا يعني، المفروض كان المنتخب يكسب، بس هو عمل اللي عليه، ومنتخب ماتش مصر ان شاء الله يعني هيكسب البرونزيه وهو قدها وقدود. والله المنتخب لعب كويس، بس هي السياسه بتاعته جميله مش وحشه، بس حظنا كده. معلش نعوضها المره الجايه ان شاء الله. فيمك الاداء اللاعبين عامل ازاي؟ ممتاز مش وحش. ممتاز. منتخب فرنسي منتخب قوي على ارضه وسط جمهوره بالتاكيد. جمهوره طبعا، بس حظ اوفر المره الجايه ان شاء الله. هو بصراحه الجون الاولاني كان حلو جدا وكنت فرحانه جدا، بس يعني هنقول ايه، بس في الاخر هم كانوا رجاله وكانوا بيلعبوا حلو جدا، والحمد لله على النتيجه. الحمد لله. لا اكيد طبعا هم رجاله، وان هم وصلوا اللي هم فيه دلوقتي ده انجاز كبير، وان شاء الله الجاي احسن. اكيد كلنا ورا منتخبنا وهنشجعه. تتفرج عليه هنا ولا في حته ثانيه؟ اكيد طبعا في العالمين. اكيد طبعا في العالمين. هتتفرجي عليه هنا؟ في العالمين اكيد، احنا قاعدين شهر في العالمين، مبسوطين جدا جدا جدا. مبسوطه بالاجواء هنا جدا جدا. العالمين خطيره جميله بجد، اللي ما جاش ان هو هيخسر كتير جدا. هم عملوا مجهود كبير وعملوا اللي عليهم، وكويس ان هم جابوا النتيجه دي، ويعني الحمد لله. والله تقييم الاداء، اللاعبين كانوا بيلعبوا كويس وكانوا بيأدوا اداء كويس، يعني يشرفنا كلنا قدام العالم كله، ومنتخب فرنسا منتخب كبير واحنا منتخب اكبر، وان شاء الله هنحقق اللي احنا عايزينه وكل الاحلام اللي احنا عايزينها ان شاء الله باذن الله مع المنتخب. بحبكم يا مصر، ان شاء الله تكسبوا الماتش الجاي. كلام مهم جدا، وعجبني كلام الشباب والاطفال المصريين اللي اتكلموا كانهم محللين رياضيين. الشوط الاول كنا كويسين ولكن اللي جاي افضل، واتكلموا على قوه منتخبنا وقوه منتخب المغرب. ان شاء الله منتخبنا يكون قادر على حصد الميداليه البرونزيه من منتخب المغرب. خلينا نروح دلوقتي لنشوف بقى جمهور الفرنسي واحتفالاته بعد الصعود النهائي، ونرجع نكمل الكلام. Congratulations on the game. تهنئتي على فوزكم بالمباراة. ماذا شعرت بعدما أحرزت مصر الهدف الأول، ثم عندما أحرزت فرنسا الهدف الثاني؟ كانت المباراة صعبة جدا لأن اللاعبين المصريين كانوا متميزين، ولكن شعرت بفرحة عارمة عندما أحرزت فرنسا الهدف الثاني. كان شعورا لا يوصف حقا. تهنئة لفرنسا. ما مدى سعادتكم بالفوز، وهل تتطلعون إلى مواجهة أسبانيا مرة ثانية بعد الهزيمة في اليورو؟ نحن سعداء بالفوز هذه الليلة.
ومن سيفوز في مباراة مصر والمغرب؟ أعتقد المغرب. ومن سيفوز في مباراة أسبانيا وفرنسا؟ أسبانيا. لا، ستفوز فرنسا. احنا الصراحة لعبنا كويس جدا، اللعبة لعبت كويس جدا. منتخب فرنسا طبعا هنا بيلعب وسط جمهوره في أرضه ليون. ليون برافو برافو. لكن هم احنا كنا بنلعب كويس جدا. ليون هي مركز، انا بعتبر ليون هي عاصمه فرنسا مش باريس. ليون دايما بيتاخد فيها القرارات. صح يا مصر، صح يا مصر، صح يا مصر، صح يا مصر. ميرسي، برافو يا فرنسا، برافو. القرار طبعا بتاع الحكم في الدقيقه 90 ده مشكله كبيره، بس احنا حظنا كويس ان الحكم طلع عادل وفي الاخر ما حسبش البنالتي، مع ان كان في ضغط جماهيري رهيب عليه ان هو يقدر يحسب البنالتي ده بكل سهوله. وقفك هنا بس، قرار البنالتي خصوصا في الاعتراض على الفار، عمر فايت حصل على الانذار الاول في الاعتراض على الفار، وبعدها في الفاول بتاعه حصل على الكارت الاحمر، فبالتالي الفار اثر على الهدف الثاني. تمام تمام، هو انا معاك تماما في اللي انت بتقوله ده. الجول الوقت الاضافي، احنا مشكلتنا دايما انا بشوف ان احنا في الوقت الاضافي، ما الوقت الاضافي عندنا ما اعرفش بقى، ممكن اللياقه شويه، بس الطرد كمان انا معاك ان الطرد كمان اثر على اللعيبه بطريقه سلبيه، ما قدروش بعد الجون الثاني، ادى ده ان احنا نجيب الجون الثالث يجي فينا كمان. بس احنا يعني كل اللي اقدر اقوله ان احنا ادينا اداء مشرف. بلد وسط ليون الاستاد فيه 58000 فرنساوي قاعدين، فطبعا جود لك يعني ليهم. يعني النهارده المغرب خسرت في اخر دقيقه برضه. المغرب برضه في مارسيليا ما حلفهاش الحظ قوي. هيبقى المباراه في نانت هيبقى ديربي عربي يعني في الاخر. الحضور المغربي يعني انا اقدر اقول لك ان معظم المغاربه موجودين في جنوب فرنسا، في الحته بتاعت مارسيليا، ممكن شويه مارسيليا والحته البلاد اللي جنب مارسيليا نانت هيبقى في حضور مغربي، بس مش طبعا مش هيبقى زي حضور مش هيبقى زي حضور النهارده. لا لا لا، مش هيبقى زي عطلك النهارده. وتوقعاتك لمباراه المغرب؟ هنكسب 2-0. اتمنى ان احنا نقدر نكسب، نتعافى النهارده ونكسب 2-0، هيبقى لينا فرصه كويسه جدا ان شاء الله. ان شاء الله نقدر نكسب في اللقاء القادم امام المغرب. طبعا نتمنى التوفيق لمنتخبنا، ويعني هارد لك لمنتخب مصر في اللقاء بتاع امبارح. خلينا نروح للقاء مهم جدا يختتم منتخب مصر لكره اليد تدريباته مساء اليوم، استعدادا لمواجهه مهمه ومرتقبه مع منتخب اسبانيا غدا في تمام 10:30 صباحا في ربع نهائي منافسات كره اليد اولمبياد باريس. خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب يعني بيشاهد بقى فيديوهات كتير جدا لمنتخب الاسباني، عايز يعرف نقاط القوه نقاط الضعف، يبدا يشتغل ازاي على اللقاء. عندنا امل كبير جدا جدا مع منتخبنا كره اليد يفوز ان شاء الله بلقاء الغد، ونفضل مكملين ويكون في ميداليه في كره اليد. الجيل ده يستحق ميدالية في كرة اليد. نروح لبطل مصري هو عبد اللطيف منيع اللي بيتأهل ليخوض لقاء على البرونزية بعد ما خرج من دور الثمانية، لاعب لقاء طردية وقدر يفوز في لقاء الطردية، وإن شاء الله عنده لقاء كده على برونزية أمام لاعب الصين في منافسات وزن 130. كمان عندنا محمد جبر في وزن 97 صعد إلى نصف النهائي، هيقابل بطل إيران، وإن شاء الله يكون التوفيق لأبطالنا المصريين. محمد جبر يفوز ونضمن ميدالية ذهبية أو فضية، وكمان إن شاء الله منيع يفوز بالميدالية البرونزية. دلوقتي ندفع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. استنى اهلا بحضراتكم من جديد، ونروح لاخبار نادي الزمالك. نادي الزمالك بالامس قدر يفوز ويعمل انتصار قوي جدا وحضور قوي امام انبي بفوز 4-2، يقدر يوصل نادي الزمالك للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري نايل، وهو بيبدا ماشي خطوه خطوه وبيفوز، بيوصل للنقطه 52. اداره نادي الزمالك في انتظار مهم جدا، في انتظار ايه؟ في انتظار عوده زيزو من الاولمبياد لحسم ملف التعاقد. طب يا ده لسه بدري، ده لسه زيزو عقده في الموسم القادم. طبعا، بس زيزو من اللعيبه اللي دايما بيجي لها عروض، دايما الانديه حطاها على رادارها، لعيب مهم وقوي اكيد لكل فريق ومهم، ومن اعمده نادي الزمالك في الاداره عايزه
تقفل الباب ده، عايزه تخلي اللاعب مركز مع نادي الزمالك، وبكل تاكيد هيكون في تفاوض كبير بين الزمالك وزيزو عقب العوده من الاولمبياد. طب لو رحنا للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيستعد بقوه، ولكن بعد اليوم راحه من تدريبات النادي الاهلي، ولكن كولر مش هيريح، هيتفرج ويذاكر لقاء سموحه علشان عاوز يدرس سموحه كويس جدا من اجل حسم الدوري في لقاء سموحه. الاهلي لسه فاضل له اكتر من لقاء وعايز نقطه واحده علشان يضمن الدوري. كولر عايز يخلص النقطه دي بدري عشان يبدا يريح بعض اللاعبين الاساسيين. 19 فوز، عايز يعمل الفوز ل 20 واكتر واكتر، ولكن مش عايز ياثر على الاستشفاء بتاع اللعيبه. فبالتاكيد مع ضمان الدوري للاهلي بعد فوز في اللقاء الجاي، لو قدر يفوز فيه هيبدا يريح بعض اللاعبين. دلوقتي خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل اخبارنا، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، وجمع عدنا مع اخر فقراتنا، فقره وان شوت. دايما بنسلط الضوء على الحاجه الايجابيه والموقف الايجابي، والمره دي مع محمد صلاح نجم طبعا منتخبنا ونجم ليفربول الانجليزي، واللي وجه رساله دعم لجانا محمود لاعبه منتخب مصر للجمباز على الرغم من خروجها المبكر، ولكن محمد صلاح حرص على دعمها. هي نشرت صوره في حسابها الشخصي على الانستجرام تظهر فيها تعليق محمد صلاح اللي كان بيدعمها بوضع قلب في الصوره، وطبعا يعني باين جدا ان هو بيأزر البطله. محمد صلاح عدى بمراحل صعبه كتير وعارف قد ايه اللاعب لما بيحاول يكون في بطولة كبيرة أو يظهر بشكل جيد وبيفشل بيكون عنده إحباط. هي ردت عليه قالت له شكرا يا مو، أنت السبب الرئيسي اللي إحنا نطارد أحلامنا يوميا. قالت بنشوفك في الملعب ولعبك كل يوم بيدفعنا اللي إحنا نكون بننافس ونكون شبهك في يوم من الأيام. لفتة جميلة جدا من البطل المصري محمد صلاح. وهنا الرياضي بيحس بالرياضي اللي زيه، فكرة إن اللاعب صغير ولسه بيبدأ وعايز خبرات وعايز تدعيم، فقد إيه كلمة هارد لك اللي جاي أفضل، انت عملت اللي عليك، بتفرق جدا مع اي لاعب. فاتمنى كلنا نتعلم ده من محمد صلاح بطل مصري، عدى بظروف صعبه كتير عشان كده عارف قيمه اللي حد يقول لك برافو ويدعمك في وقت الانكسار بتاعك ده مهم. مش مهم او دورنا اللي احنا نفضل نقول الله للكسبان بس، لا، نقول الله وبرافو للكسبان، وفي نفس الوقت ندعم ونبني للي جاي مع اللعيب اللي عنده موهبه ولكن ما كانش ليه حظ في اولمبياد النسخه الحاليه في باريس. للاسف خلص وقتنا مع حضراتكم، نشوفكم على الف خير في حلقات قادمه كتير. شكرا ليكم، سلام عليكم.